يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب بلغه الوسيلة، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب خصه بالفضيلة، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب وارض عن الصحابة، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب وارض عن السلالة، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب وارض عن المشايخ، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب فرحام والدينا، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب واغفر لكل مذنب، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب لا تقطع رجانا، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب نختم بالمشفى، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، بسم الله الرحمن الرحيم، الله عليه، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، الله عليك، وينصرك الله نصرا عزيزا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، الله عليك، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، صدق الله العظيم، وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، الله عليك، إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله صل وبارك عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه و
وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. الصلاة والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. غير من وطئ الثرى المشفع في الورى من به حلت عرى كل عبد مذنب. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. يا رسول الله يا خير كل الأنبياء نجنا من هاوية يا زكي المنصب. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع والحبيب العربي. يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان. يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان. عطف علي وارعاني أعطف علي وارعاني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن. يا نبينا الهادي الأدنان يا سر نور الأكوان. يا نبينا الهادي الأدنان يا سر نور الأكوان. ألطف علينا ورعانا ألطف علينا ورعاني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن. حبيبي يا أبا الزهراء أرجو أحظى منك بنظرة. I'll say it.
بالبشرى عسى يا الله بالبشرى عسى يا الله بالبشرى هلل منك الأماني هلل منك الأماني يا نبينا الهادي الأجناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العجنان يا سر نور الأكوان عذب علينا وراني عذب علينا وراني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن وفي خلقين
ولم يدانه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم يا أكرم الخلق من إيمان ألوذ به سواك عند حلول الحادث الحبيب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نستفتح به رد حديثين ورداء عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصيرته مستقيما قال في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله
صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني أبي الدورة إلا سفرا واحدا كان يخدمه ويدخله السندوق فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يكس شعره ويتزر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في الكتاب قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب اللهم اجعلنا منهم وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم ويقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال الله عليه غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فيقول الحق وعزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخلهم الجنة برحمتي الله عليه يا عز جواهر العقود وخلاصة إكسير سر الوجود مادحك قاصر ولو جاء ببذل المجهود وواصفك عاجز عن حصر ما حويت من خصال الكرم والجود الكون إشارة وأنت المقصود يا أشرف من نال مقام المحمود وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهود اللهم صل وسلم وبارك عليه افرح وطب نفسا فهذا المولد قد جاء مختار الله محمد محمد صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا
يا مؤمنين يا مؤمنين فتسعدوا افرحوا وادم نفسا فهذا المولد قد جاءنا المختار طه محمد محمد صلوا يا مؤمنين
رسول الخافقين، يا رسول الخافقين، ومؤيد وممجد وإمام القبلتين، وإمام القبلتين، يا حبيبي يا محمد يا رسول الخافقين، يا رسول الخافقين، ومؤيد وممجد وإمام القبلتين، الغفور، أنت شمس أنت قمر.
المولى بواسطة رسولك دعانا إلى الهداية فاستجابتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل وصلتم فاجتمعتم واتصلتم وكان الوصل فائدة فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات انوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى الوان من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيبة صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلى حبيب سلام عليك
صلوات الله على أشرق البدر علينا فاقتبت منه البدور مثل حسن ما رأينا قدك يا وجه السرور يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح السدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا الله من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا حسيني مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العيني مرحبا جاد الحسيني مرحبا 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 يا مرحبا بالسراي الله إليك مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا الغامر
مرعبا مرعبا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا كريم الأرواح منا بلقى خير الأنام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وبلغ المختار أن من صلاة وسلام صلى الله على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورافته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمتي واسترنا بذيل حرمتي واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحين متمسكين بسنته وطاعته وامنا اللهم على حبه وجماعته آمين الله اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها آمين وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها آمين وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها آمين اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة آمين ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد راسنا آمين اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم